هاي ريكوردينج وهاي بلشنا وهاي ستارت. انت كيف شايف المادة، سهلة ولا صعبة؟ شايفة كويسة؟ لا منيحة. عادية ولا في اشي؟ شوف هسيات اليوم ايش درسنا احنا، تطبيقات القيم القصوى. زي ما قلت لكم سابقا هو هذا ما بيختلف عن ايش؟ على المعادلات المرتبطة بالزمن. شايف هذا المثال اللي بادي منه، صفيحة من الورق مستطيلة الشكل مساحتها كذا، يراد طباعة إعلان عليها. فإذا كان عرض كل من الهامشين في رأس الورقة وأسفلها 1 سنتي وفي كل من الجانبين 0.5 سنتي، فجد بعدي الورقة بحيث تكون المساحة المطبوعة أكبر ما يمكن. شوف أول خطوة دائما بنعملها بنحل هاي المسائل، بنقرأ السؤال وبنحاول نفهم 100%. هسا في عندنا ورقة مساحتها قديش؟ 128 سنتيمتر مربع. هاي المساحة ثابتة ولا متغيرة؟ هاي ثابتة، بس اللي بدك تشيل منها هسه. لحظة، هي ثابتة، هي ثابتة. احنا انت ما تستعجلش في النقاش. ثابتة ثابتة، حطها. هسه الورقة شو معها؟ مستطيلة الشكل، بنروح برسم مستطيل. طب مساحة المستطيل كيف بنجيبه احنا؟ طول بالعرض سين بصاد. ممتاز. هسه خلينا من سين وصاد، ليش نفرض هالسيات عشان بعدين نعرف كيف بدنا نفرض. ماشي. هالسيات المساحة لما يقول لي 128، هسه الطول بعرفوش والعرض بعرفوش، معناته أنا ممكن أجيب أعداد كثيرة لما نضربها ببعض تطلع 128. مش المساحة هي الضرب؟ معناته أنا ممكن أتخيل عدد اسمه سين وعدد اسمه صاد لما أضربهم في بعض بيطلعوا 128، وهذول عددهم لا نهائي، يعني قيمهم لا نهائية. هسيات احنا شو اللي بدنا نسوي؟ المساحة تحت الورقة ثابتة، بدنا نطبع عليها ايش؟ اعلان. الاعلان بدنا عرض كل من الهامشين من رأس الورقة واسفلها 1 سنتي، يعني بدك نبعد هون 1 سنتي ومن تحت 1 سنتي ومن تحت 1 سنتي ومن الجانب هون نص 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 سنتي وهون نص سنتي. إذن بظل المستطيل اللي درسه جوا هذا اللي هو مساحة الطباعة، هاي الطباعة هون اللي بده إياها، هاي هي اللي بده إياها تكون إيش المساحة هاي أكبر ما يمكن. أيوة إحنا بدنا مساحة الطباعة اللي أكبر ما يمكن، إذن هاي هي اللي بدي أشتقها، هاي هي العلاقة اللي أنا بدي أشتقها. طب سؤال، مساحة الطباعة إيش تساوي؟ برضو الطول ضرب العرض، صح ولا لا؟ صح. طب قديش طولها مثلا؟ خلينا نقول انه هذا طولها، حطهم سين وصاد، الكبير ولا الصغير انت بتحكي؟ ايوه هسيات احنا هون بدات اللخبطه عادت. اذا بدك احكي الكبيره سين والصغيره سين ناقص طيب. سين، ولو ورط اللي جوا سين برضو صح، صح بصير سين زائد 2 الكبير، يعني 2 صح. فأنت شو بدك يا هسه؟ بدك نفرض الفوقانية الكبيرة مثلا سين وهنا صاد. إذن العلاقة اللي احنا طلعناها الآن اللي هي سين في صاد، هاي اسموها علاقة جانبية يا أحمد، لأنه مش هالي راح أشتقها أنا، بدك تشتق اللي جوا. هسه بدي اللي جوا، ليش اللي جوا؟ لأنه قال لي بدي مساحة الطباعة اللي أكبر ما يمكن، يعني هاي المنطقة هي اللي بدي أشتقها أنا قاعدتها. يلا قديش طب طولها الجديدة هاي؟ سين ناقص 2 سين ناقص 2 وصاد زائد صاد ناقص 1 صاد ناقص 1. عارف طبعا ليش؟ مبيني. طيب هسه العلاقة هون صارت بسين وصاد، بدك تخليهم متغير، يا إما كلهم سين يا كلهم صاد. يا كلهم صاد، من وين بدنا نبدلهم؟ من المعادلة الأصلية، من اللي ما قال لي المساحة بتساوي 128. لو بدنا نشيل يعني نخلي صاد موضوع القانون بيطلع 128 على سين، يعني بصير العلاقة هيك، مين تساوي سين ناقص 2 في 128 على سين ناقص 1. ولو فكرنا وخلينا هيك عادي ما بيفرق، شايف علي كيف؟ الآن بدك تجيب مين فتحة وتساويها بالصفر وتحل المعادلة وتطلع الأصفار وتدرس الإشارة، شايف علي كيف؟ تزايد تناقص تزايد الأكبر ما يمكن، معناته عند هاي القيمة. أنا هذا ما راح أسويه، بينت أنا بس أوصل عند العلاقة
راح اوقف. ليش؟ لانه الباقي سهل بتكمله عادي. زي الدروس اللي قبل هنا، اللي هن شو هن الدروس اللي قبل هنا؟ تطبيقات لك تجيب القيم القصوى. يعني هاي اسمه درس تطبيقات على القيم القصوى. عشان نطلع الاكبر ما يمكن واصغر ما يمكن والقصص هاي. هذا السؤال صعب ولا سهل؟ الله سهل. هذا يعتبر صعب. شايف؟ هذا يعتبر ايش؟ صعب. يلا حل لي هذا انت لحالك. قطعة أرض مستطيلة الشكل محيطها 800 متر. بدك تكتب أول شيء القانون تاع المحيط؟ حلو. هيو حط له أصلا راسم لي سين صاد. يلا. على هاي الرسمة. 2 سين زائد 2 صاد يساوي 800. نقدر نقسم على 2 صح؟ سين زائد صاد يساوي 400. يعني عددين مجموعهم 400. بده البعدين لتكون المساحة أكبر ما يمكن، سين وصاد إنه يكون المساحة أكبر ما يمكن. شوف اقرأ لي هون، مساحة أكبر ما يمكن، إذن هاي اللي بدنا نشتقها. طب شو قانون المساحة؟ سين بصاد، سين ضرب صاد. ما بصير متغيرين، يعني بدي متغير واحد. بتعوض، بتخلي سين وصاد موضوع القانون. 400 ناقص سين بتعوضها. سين في 400 ناقص سين. بعدين بتروح اذا بدك فك الاقواس، مرات بيكون لما تفك الاقواس بيكون اسهل لك. ناقص 2 س بيساوي 0، 2 س يساوي 400، س يساوي 200. بعدين خط الاعداد وتحط ال 200 وبتكمل القصه كلها. او بتروح على اختبار المنتقل الثاني اذا بدك. اذا بتدرس الاشاره يعني عشان تعرف ان قيمه صغرى ولا قيمه عظمى، ممكن شو تعمل؟ اختبار المنتقل الثاني. لعند هون في شيء صعب؟ لا لا عاديات جدا صح ولا لا؟ تدريب مجموع عدد إيه. مجموع عدد مثلا سين مع اثنين مع عدد اخر اثنين صاد يساوي 40. يلا خلينا نكتب اللي حكيته. سين عدد اجمعه مع اثنين صاد يساوي 40. ممتاز. جد عددين بحيث يكون حاصل ضربهما سين ضرب صاد اكبر ما يمكن مستخدما تطبيقات التفاضل. إذا ميم سمي ميم الاختراع ميم هو حاصل الضرب سين صاد أكبر ما يمكن. خلي سين موضوع القانون. خلص خلي سين موضوع القانون. 40 ناقص 2 صاد. وعوض إذا ميم يساوي 40 ناقص 2 صاد في صاد. فك الأقواس وسلام يسلمك. وين المشكلة؟ ما فيش هون بتشتقاش ضمني صح ولا لا ما في ضمني هون. خالصة. هون يا كله سين يا كله بالنسبة لسين يا كله بالنسبة لصاد. ما فيش ضم. يلا هاي توازي مستطيلات قاعدته مربعات الشكل. هاي ومجموع رسمك يا سين سين حط لك اياها. ومجموع اطوال احرفه يساوي 400. احرفه اللي هي 600 يساوي 600 اللي هو بتطلع 4 فوق و4 تحت 8 12 12 12 سين يساوي 600. ليش هو مكعب؟ 12 احرفه 12 حرف. كلهم قد بعض طولهم. إيه لا 8 طيب. سين 8 سين زائد 4 ايوه 8 سين لانه عندك 8 سينات. هيهن هاي سين هاي 2 هاي 3 هاي 4 و4 الفوقانيات هاي 8 هاي 8 سين زائد 4 صاد 4 صاد شو بيساوي 600. قسم على 4 يا سيدي. 2 سين زائد صاد يساوي 60 على 4 15 150 ومنها صاد شو بتساوي 150 ناقص 2 سين. خلينا على جنب هذول. هل هذول بدي اشتقن انا؟ لا هذول بتستفيد منهم. شو عرفك اني مش هذول اللي بدي اشتقن؟ لانه قايل لك توازن مستطيلات لتكون حجمه اكبر ما يمكن. اذا انا الحجم اللي بدي اشتقه. يلا الحجم شو بيساوي؟ سين ضرب صاد ضرب مساحه القاعده في الارتفاع. سين تربيع ضرب صاد. شوف متوازي الاضلاع ممكن نسمي لك اسم ثاني. شو بسميه؟ منشور رباعي. ما تغيب عنك الكلمه هاي. يلا مساحه القاعده اللي هو س تربيع في ص ضرب ص صاد هي بدل ص واشتقى وسلام تسلمك. خلص السؤال. الباقي كله حكي فاضي ولا لا؟ بلى صح. اذا هذا الدرس صعب؟ لا هذا اسئلته هيك اذا هيك عاديه. لا وهني هيك. هني هيك. إذا فهمت المعادلات المطبطة بالزمن
وطريقة تفكيرنا فيها بتلاقي هاي تقريبا نفس الطريقة. يلا جد النقطة الواقعة في الربع الأول على منحنى الاقتران هذا. قد يكون أقرب ما يمكن إليها. أنا بجوز ما أرسم الاقتران. أحمد افرض ما أرسم الاقتران مش مشكلة، تخيلوا هيك أي كلام. سمتك. يعني هيك حطه من عندك حتى بدون محاور. وقول إنه هذا قاف سين ونقطة ثابتة. تساوي جذر سين تربيع ناقص أربعة. كويس؟ جد النقطة الواقعة في الربع الأول، معناته في الربع الأول إحنا هيك راح نكون. في نقطة هون واقعة في الربع الأول، الله أعلم وينها. بدها تكون أقرب ما يكون. لا عفوا، نقطة عفوا آسف. إن في عندي نقطة 6 وصفر. وفي نقطة هون واقعة على المنحنى. بدها تكون أقرب. بدها تكون أقرب ما يكون على نقطة 6 وصفر. طبعا أقرب ما يكون، أبعد ما يكون، مسافات، معناته قانون المسافة اللي تستخدم. صح. طب نفرض إنه النقطة اللي واقعة على المنحنى إحداثيها إيش؟ سين وصاد. أو السين وصاد بتخليها جذر السين. قلت لكم ما تكتبوا سين وصاد. جذر السين تربيع ناقص أربعة. أيوة. الصاد تاعتها اللي معطيك إياها، ما هو قايل لك ما هي النقطة تقع على المنحنى، إذا سين وجذر سين تربيع ناقص أربعة. وجيب قانون المسافة بين نقطتين. طب هذا مر معانا قانون المسافة بين نقطتين في المعادلات المرتبطة بالزمن ولا ما مرش؟ كثير. إذا انتهت السؤال. حياته شايف كيف المسألة؟ اشتق ساوي بصفر. هون ممكن يصير الاشتقاق أصعب، يعني مش دائما الاشتقاق بيجي سهل. يعني ممكن تصير المسألة بدها إيش؟ صعوبة في الاشتقاق وحل المعادلات وش زيه، لكنها بتظلها إيش؟ تقريبا نفس المبدأ. يلا اقرأ لي هذا السؤال. يقع مستطيل ألف باء جيم في المنطقة المحصورة بين المنحنى، ترسم منحنى. هسعيات هون شوف، هون يفضل إنك ترسم بدقة صراحة. باعتمد. يعني ليش؟ لأنه هسه بجوز يعني أفكار في السؤال أو قياسات في السؤال تعتمد على كيف شايفه أنت. يعني هسه ياك لو حطيت لك يا سين تربيع ناقص أربعة سين زائد أربعة، أو غيرت لك إياه خليت لك يا سين تربيع ناقص سين ناقص ستة، هل بتغير الحل؟ لا نفس. لا بلا بتغير. الرسم بتغير يعني. شوف الفكرة واحدة. الفكرة واحد. الرسم اللي بتختلف فيه. بيختلف، فممكن يتغير معانا النظام. أو أنا فهمك كيف إيش قصدي في الكلام. هسه بس نحل هذا بنعرف. هسه لو جينا كتبنا هذا اللي هو قاف سين يساوي سين تربيع ناقص أربعة سين زائد أربعة. لو هذا قطع مكافئ صح؟ حتى أرسمه. شو أهم نقطة أعرفها عنه؟ إنه بيقطع محور السينات عند النقطتين، وإنه طالع لفوق. طالع لفوق، أول شيء طالع لفوق. لا بس أهم نقطة صراحة أنا لازم أعرفها رأسه. عارشو أهم نقطة لازم أعرفها؟ اللي هي ناقص باء رأسه. ناقص باء 2 ألف. بدنا نبطل عن ناقص باء 2 ألف، إحنا صرنا بالاشتقاق، صرنا نعرف بالاشتقاق. لو اشتقيته. 2 سين ناقص. أنا ليش قاعد بشتق أحمد؟ ليش بشتق قاعد؟ عشان أطلع الإحداث السيني لرأسه. راح يطلع صفر. 2 سين تساوي 4 سين تساوي 2. هذا رأسه. عوض 2 في المعادلة الأصلية قاف الاثنين يعني صفر. ممتاز. إذا النقطة 2 وصفر هي رأسه مفتوح للأعلى. 2 وصفر هي رأسه وللأعلى. طب ليش هي رأسه؟ كيف عرفت إنها هي رأسه؟ لأنه القطع المكافئ يا بيكون عنده عند رأسه قيمة صغرى محلية، يا عند رأسه قيمة عظمى محلية. عرفت ليش اشتقيت وسويت بالصفر وعملت هيك؟ هسه فهمتك. يعني بدون ما أشتغل على سالب باع 2 ألف. يعني هون قاعد بوظف اللي تعلمته في التوجيه في رسم الاقتران التربيعي، وراح نأخذ طريقة كمان ثالثة لما نأخذ القطوع في الفصل الثاني. فهمتك. بس هي سهلة أتوقع، بسيطة جدا. لا سهلة. إذا أنا سيات كل اللي بدي أعرفه إنه هذا المحترم راح يكون رأسه من وين؟ من صفر. إيه من 2 وصفر. إذا هاي النقطة الرئيسية اللي بدي أركز عليها أنا صراحة. هسا بتعرف لما يكون رأسه صفر وصفر غير صح؟ هاي 2 وصفر ومفتوح للأعلى. طلع للأعلى. هيك راح يكون شكله. أما بقول لك رسم بدقة. بس الفكرة نفسها الصورة. الفكرة نفسها.
هسيات هذا المنحنى لو كان هيك مثلا عند صفر وصفر ممكن يجي أسهل ترى حله. لو كان هيك مثلا عند أربعة وصفر ونازل للأسفل يمكن يجي أسهل حله، لكن مجرد ما عمل انسحاب سحب على اليمين أو على اليسار بصير في صعوبة شوي ترى في الحل. هذا المحور نسميه هذا المحور الصدر، لا هذا محور التماثل اللي بالأحمر. سين يساوي اثنين نسميه محور التماثل، هذا مش محور الصادات. محور الصادات اللي هو سين يساوي صفر. أنا هذا موازي لمحور السينات بس مش محور السينات. شايف هذا الكلام اللي كنا نقولكم إياه وأنتم بعاشر بأول ثانوي، بنقولكم ركزوا على رسم المنحنيات وأفكارين وكذا. هسيات بقول لك يقع المستطيل في المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران، يعني إحنا كل هاي الوقفة اللي وقفناها بس عشان نقول منحنى الاقتران كيف شكله، والمستقيم ماشي، والمستقيم صاد يساوي أربعة، صاد يساوي أربعة بده يطلع خط مستقيم يوازي محور السينات. تعرف هذول نقاط التقاطع شو هني؟ إيش هني؟ بتعرفهن؟ أنا بسألك. لا شو؟ طيب كيف نطلعهن؟ لا معي الصادات، الصادات معي مهمات صراحة. السينات مش معي، الصادات معي. طيب أنا عندي سين تربيع ناقص أربعة سين زائد أربعة بخليها تساوي أربعة، شايف؟ لما بدك تخلي منحنيين، تعرف نقاط تقاطع منحنيين شو ما كانوا المنحنيين؟ تمسك المنحنى الأول تمسك المنحنى الثاني وبتساويهم ببعض، صاد الأولاني صاد الثاني، بعدين شو نسويهم؟ نسويهم ببعض بالمع بعض هون سين بنحلهم مع بعض، فبنخد سين عامل مشترك سين ناقص أربعة يساوي صفر. إذن إما سين صفر أو سين أربعة، معناته هاي راح تيجي عند الصفر وهاي راح تيجي عند الأربعة، يعني هاي هون أربعة وهاي عند صفر. طيب هي هاي بجوز يعني ما استخدمهاش في الحل لكن مهم أن يكون عارفها. أنا بالنسبة لي يعني بحاول أحلل السؤال بصورة طريقة كاملة. يلا تخيلنا المنظر، يقع رأساه يقع رأساه ألف وباء على منحنى قاف، يعني منحنى قاف في هون رأس وهون رأس، هاي ألف وهاي باء. هسا ألف وباء ما قال لي وينهم، فاهم يا أحمد؟ على المنحنى بس، بس بجوز لفوق بجوز لتحت ما بعرف. والرأسان الآخران على المستقيم هون، واحد هون وواحد هون. طبعا لازم يكون النقطتين هذول أسوا بعض عموديات هيك يعني عشان يطلع مستطيل، عشان يطلع مستطيل وإلا ببطل مستطيل. هسا سؤال، بهذا الشكل اللي أنا سويته كم مستطيل تقدر تكون؟ مليون واحد. ممتاز، بدنا أكبرهم مساحة. بدنا إيه يا أحمد؟ أكبر مساحة، اختل يلا أكبرهم مساحة. هذا السؤال كيف بدنا نفكر فيه؟ أنا بعطيك تركة هذا عشان ما نطولش وإحنا نشرح، ماشي. شوف يا سيدي، أول شيء لما تشوف منظر مستطيل أو مثلث أو واتفر يعني شكل زي هيك في منحنيات ومقسوم من النص زي ما نقاسمه بالخط الأحمر هذا المنقط، ما تفرض كل القطعة هاي سين، افرض هاي سين وهاي سين معاي؟ مشان أسهل الحساب، أسهل الحساب. فبصير مساحة المستطيل هي 2 سين في صاد، تمام، صاد على أساس أنه هاي صاد، لأنه مساحة المستطيل شو هي يا أحمد؟ الطول في العرض. الطول في العرض، ممتاز. ما عندنا إحنا أمورنا ذهب 100%. الآن بدي أجيب علاقة بين سين وصاد وخلص المسألة. بدي أسألك سؤال، النقطة هذه اللي هون هيها بالأخضر بدي ألونها، هاي النقطة اللي بالأخضر شو إحداثياتها؟ والنقطة هاي اللي هون بالأخضر شو إحداثياتها؟ والنقطة هاي شو إحداثياتها؟ والنقطة هاي شو إحداثياتها؟ التحت عند ألف الخبر، شايف؟ لو أعرف شو إحداثيات بصير السؤال تافه. على ألف مو على الأساس، يلا على أساس اللي فرضته. أنا فرضت هاي وفرضت هاي سين، عند ألف 2 زائد سين السينات، أيوة. إذن هاي عبارة عن
سين زائد اثنين و اللي سين تربيع ناقص أربعة سين. هون سين زائد اثنين وهون وين أي واحد؟ با اثنين ناقص سين أو سين اثنين ناقص سين. لا مش سين اثنين ناقص سين. اثنين ناقص سين لأنه هاي المسافة كلها اثنين. هاي كلها سين. وشلنا منها سين صارت اثنين ناقص سين. برافو عليك انت هيك بطل. حلو الكلام؟ تمام. طيب هاي النقطة شو احداثياتها؟ أي واحدة؟ صاد الفوقانية هاي. هاي سين زائد اثنين، سين زائد اثنين نفسها السينات نفس ما هي، والصاد أربعة. صح صح. والنفسها الجنب الثاني نفسها. أيوة. لي سين ناقص اثنين، اثنين ناقص سين، اثنين ناقص سين وأربعة. وأربعة. طيب حسب بدك تطلع طول كل واحدة لحال. طب صاد قديش هاي؟ هاي المنحنى، تعيد المنحنى. هاي مو أنا بدنا صاد هاي. أربعة ناقص بدك تفرض دقيقة شو؟ أربعة ناقص صاد. بس أنت ما كملت لي. هاي سين زائد اثنين صح؟ و و واللي هي سين تربيع ناقص أربعة سين. وقاف سين زائد اثنين. وصورتها وإذا إذا إذا الإحداث السيني هو سين زائد اثنين. إذا الإحداث الصاد شو هو؟ بدها تكون سين زائد اثنين بالتعوض. قاف سين زائد سين زائد اثنين. وهاي شو راح تكون؟ قاف الاثنين ناقص اثنين ناقص سين وقاف اثنين ناقص سين. طب وصاد شو راح تكون؟ بدك تعوضها. لا أي صاد؟ هاي العرض هذا هذا اللي بالأحمر. هي الفرق بين هذول النقطتين اللي هي أربعة ناقص أربعة ناقص قاف سين زائد اثنين أو أربعة ما هي نفسها راح تطلع أربعة ناقص قاف اثنين ناقص سين. أي واحدة منهم بتزبط نفسها من الارتفاع نفسها. ها هي صاد. شايف وأنا وين الصعوبة صارت يا أحمد؟ بالرسم. أيوة إني أنا كيف أتخيل السؤال. هو صحيح إحنا نطينا على هذا السؤال قوي هذا أجا صعب. إحنا كان المفروض جبنا لك واحد أسهل منه عشان هذا تفهمه أكثر. خلينا نحل واحد أسهل منه شوي. كيف لو قلت لك أنا مثلا اقتران زي سين تربيع عشان بس تكون الأمور بسيطة يعني عارف كيف. وحطيت لك مثلا صاد يساوي أربعة زي هذاك مستقيم يوازي محور السينات وبدنا نكون مستطيل بنفس الشروط اللي حكاهم بحيث انه نقطتين يقعن على المنحنى ونقطتين على المستقيم ونقطتين على المستقيم. اوري كيف هسه بتصير الامور سهله. شو اتفقت انا وياك قبل شوي؟ قلت لك افترض هاي سين وهاي سين. اذا المساحه هي عباره عن اثنين سين في صاد حيث صاد اللي هي هذا الارتفاع أو هذا البعد. تمام. هذا الارتفاع أو هذا البعد أو هذا العرض لازم أجيبه عن طريق الفرق بين هذول النقطتين. هاي النقطة وهاي النقطة أو هاي النقطة وهاي النقطة. نفسه. لا تركز عليهن الثنتين. ركز على واحدة منهن. أوه. ممتاز. الآن بدي أسألك سؤال. النقطة اللي هون. النقطة اللي هون. شو إحداثياتها؟ سين بس سين وقاف سين قاف السين مش صورتها بس قاف سين هون سين تربيع سهل. طب والفوقاني شو احداثياتها؟ سين واربعة سين واربعة. اذا صاد هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن اربعة ناقص سين تربيع لانه سين نفس السين. اذا الفرق راح يكون هو فرق الصادات بس اللي هو اربعة ناقص سين تربيع. إذن المساحة راح تكون 2 سين في 4 ناقص سين تربيع وخلصنا السؤال. نعيد على السؤال اللي كنا نحل فيه قبل شوي. ليش هذاك بيّن أصعب؟ لأنه كان زايحه. أيوة لأنه كان زايحه. لما زايحه خربط لي الدنيا. عشانك بقول لك هون الرسم مرات بيكون له إيش أهمية قوية يعني صراحة. هو كانك عندي 2 وعامل هيك صح؟ جوا. وهون في نقطة وهون في نقطة وهنا في خط موازي لمحور السينات اللي هو صاد يساوي أربعة والمستطيل اللي كنا بدنا إياه
اثنين على المنحنى واثنين على المستقبل. اثنين هين واثنين هون. قلنا الفكرة ببساطة انه بنجزئ هذا الشكل لانه كأنه قسمين، نعتبر هاي سين وهاي سين، ومنركز شو احداثيات هاي النقطة. احداث النقطة راح تكون السين وقاف السين، بس غلط هاي سين، هون سين زائد اثنين. ايوه هون سين زائد اثنين وقاف سين زائد اثنين. فهون لما تقول سين زائد اثنين، طب ايش قاف سين زائد اثنين يا احمد؟ تقوط سين زائد اثنين بالقاف الاقتران. فبتصير هون سين زائد اثنين الكل تربيع زائد اربعة في سين زائد اثنين زائد اربعة، فك القوس. فصاد هي عبارة عن اربعة ناقص هذا الكلام، اربعة ناقص هذا الكلام كله. عشان هيك صارت المسألة نوعا ما شو ما لا صعب شوي، اصعب. طب ايش كمان ممكن تجيني افكار على هذا السؤال او اشي شبيه؟ يعني انا بقول لك كيف ممكن اجيب لك اياه. يجي يقول لك منحنى مثلا أربعة ناقص سين تربيع، راح يجي مفتوح للأسفل. اللي هو أربعة ناقص سين تربيع اللي هو مفتوح للأسفل، اللي هو أنا رونته بالأسود، ويعطيك مثلا مثلا سين تربيع ناقص اثنين. يجي عند ناقص اثنين هيك وروح عامل هيك، الأزرق هو سين تربيع ناقص اثنين. سين تربيع ناقص اثنين هو نفس سين تربيع بس بنزل خطوتين لتحت. هسا شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمل مستطيل نفس الطريقة تاعت هذيك، بحيث انه رأسين من رؤوسه على المنحنى الأسود ورأسين من رؤوسه على المنحنى الأزرق. الأزرق نفس نفس المبدأ ولا مش نفس المبدأ؟ نفسه بنفس الطريقة، افرض هاي سين وافرض هاي سين والصاد بتطول. هسه بتصير مشكلتك تعرف احداثيات هاي النقطه واحداثيات هاي النقطه بس السود بس، لانه الصاد مش معناها السينات، الصاد هو عباره عن فرق بينها. هاي شو احداثياتها؟ هاي مش عم نحن السينات صح، السين هاي مش على محور السينات. لا مش على محور السينات، سين وصوره تربيع سين تربيع ناقص ناقص اثنين، سين تربيع ناقص اثنين. وهذيك شو احداثياتها؟ سين و أربعة ناقص سين تربيع. إذن الفرق بينهم صاد هو عبارة عن إيش؟ أربعة ناقص سين تربيع اللي هي الفوقاني ناقص التحتاني، يعني أربعة ناقص سين تربيع ناقص سين تربيع زائد اثنين، يعني صارت عبارة عن ستة ناقص اثنين سين تربيع. هاي هي صاد. فبتصير المساحة هي عبارة عن اثنين سين في صاد اللي هي المساحة اثنين سين في ستة ناقص اثنين سين تربيع، وبكمل الحل. طيب إذا اخترت النقطة اللي جنبها على الجهة الثانية بحط ناقص سين ولا سين؟ إيش ناقص سين ولا سين؟ بتحطها ناقص سين لأنه عم يحور السينات السالب. لأنها على السالب المسافة سين، لكن كإحداثياتك تطلع عليها كأنها سالب سين، مش بس بعوضها ناقص سين. بتحطها سالب سين، متعوضها بتعوضها سالب سين لأنك اتخذتها وين؟ على الشمال. وصلت؟ أوسط. شوف هذا السؤال مثلا جديد فكرته، يعني أول مرة بتمر بهالطريقة هاي، مش صعب كثير. الآن هذا السؤال هذا من الأسئلة الصعبة جدا صراحة. شايف شو بقول لك هون؟ ألف إحداثياتها 0.20 هاي ألف، وباء إحداثياتها 0.50 هاي، قياس الزاوية باء جيم ميم ها واحد ها واحد اللي هو قياس الزاوية مين؟ الحمراء. هاي وها اثنين قياس الزاوية الزرقاء الصغيري هاي. تمام تمام. وافرض انه طول جيم ميم سين، هاي المسافة سين، هو عم يعطيك الفرضيات حتى مسأل عليك شو بده يعني؟ قياس الزاوية أكبر، بده جد أكبر قياس ممكن للزاوية ألف جيم باء. ألف جيم باء أني واحدة اللي هي ها الحمراء، أيوة اللي هون اللي بينهم. شوف هذا مثلا من الأسئلة نوعا ما فيها صعوبة شوي، لأنه أنت كأنك بدك تجيب علاقة بين ها وسين، المسافة بين البصر. هو أصلا كان السؤال غير هيك، كان بيقول لك واحد واقف على بتفرج على لوحة،
فبدك تحدد موقعه بحيث يرى اللوحة في أفضل صورة. أبعد مسافة. بدك تعتمد على المسافة، وين بده يوقف، وين بده يوقف حتى يشوف اللوحة في أفضل صورة. ففي هاي الحالة بدنا نطلع علاقة بين هاء وسين. طب هاء هاي الزاوية هاي مش هي هاء واحد ناقص هاء اثنين؟ ليش هاء واحد ناقص هاء اثنين؟ لأنه هي بالنص وفي زاوية كبيرة ناقص الزاوية الصغيرة. بالضبط، هو هيك، زاوية كبيرة ناقص زاوية صغيرة. طيب سؤال، أو هاء اثنين ناقص هاء واحد، هي هاء اثنين ناقص هاء واحد، آسف، لأنه الكبير الكبيرة هي هاء اثنين ناقصها واحد. طيب هسيات هاء اثنين لو جينا طلعنا على المثلث الكبير القائم الكبير، لو أخذنا ظل هاء اثنين شو بيساوي؟ اللي هو الكبير اللي هو 20 المقابل، 20 المقابل على سين. طب وظلها واحد اللي هو 5 على سين، 5 على سين، خليهم على بالك. طب سؤال، لو دخلنا هون على هاء، أنا كتبت العلاقة هيك، هاء تساوي ها اثنين ناقص ها واحد، لو دخلنا ظل مش من ندخله على الثنتين؟ دخله يلا دخله، ظل ها اللي هو ظل ها يساوي ظل ها اثنين ناقص ناقص ها واحد. مش في متطابقة إلها هاي ظل ها اثنين ناقص ها واحد؟ تكمل القصة، خلصت. شوف شو صارت عندك هون المطابقة، المتطابقة حطينا المتطابقة وبدلنا ظلها اثنين وظلها واحد، ظلها اثنين وظلها واحد بإيش؟ بعشرين عسين وخمسة عسين اللي طلعناهن. فهمت شو عملت؟ تحولت المعادلة كلياتها والعلاقة كلياتها علاقة بين سين وها. خلص اشتق وساوي بالصفر وحل المعادلة ورجعنا زي الأسئلة السابقة. شو الصعوبة هون؟ طلع المعادلة، طلع العلاقة هاي، هاي كيف تطلعها؟ هاي مو سهل العلاقة، وهاي صراحة لو أجت بصياغة ثانية مو سهل جدا، يعني مو سهل تتخيل السؤال أصلا. وصلت؟ طيب هون بقول لك نحتاج إلى قصلة وخشبي على شكل مثلث طابق الضلعين، طول كل منهم 8 كل منهم 8 سنتي، يعني مطابق الضلعين معناته يعني هيك بده يجي هاو 8 وهذا 8. الزاوية متغيرة. إذا كانت الزاوية ها متغيرة، هذه اسمها ها متغيرة، بالنقياس الزاوية ها لتجعل مساحة المثلث أكبر ما يمكن. هاي سهلة، سهلة. المساحة شو بتساوي نو؟ نص ثمانية 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 في جيبها في جيبها جيبها. بس ما تقول جيبها، لا جيبها. تمام هذول الأسئلة؟ لا كويسة. هذا تاع الموشور، هذا الرباعي اللي داخل هذا، خليه للمرة الجاي اللي بنأخذهم هذول زي موديل، يعني عارف كيف؟ اسطواني جوا مخروط، مخروط جوا اسطواني، اسطواني شو اسمه كرة جوا اسطواني، اسطواني جوا كرة، مستوازي مستطيلات جوا كرة، كرة جوا، يعني هيك كلهن هذول على ثلاثيات الأبعاد. مثل هاي مثلا جد اكبر حجم، حجم اكبر مخروط، هذول خلينا للمره الجايه بنحكيها كويس، لانه اللي الفكره واحده، هذول ذات موديل واحد جايات، عارف. نشوف هذا السؤال، يلا ياخ رجل عند النقطه الف طوال 6 على النقطه ب، حلو، هاي ثابت يريد ان يصل الى نقطه ج، مروره بالنقطه د، اذا كان يسير بسرعه 3 كيلومتر كل ساعة عند انتقال النقطة ألف للنقطة د، رجع يقول لي 3 كيلومتر كل ساعة، هذا رجع معادلات مرتبطة بالزمن ويصير بسرعة 6. سؤال، هل هذا السؤال صار معادلات مرتبطة؟ هذا مخلوطة بجوز، ولا مخلوطة ولا شيء، انت ما بهمك ايش انت في في الدرسين كان سؤالك ما العلاقة، نقطة العلاقة استاذنا على نفس الفكرة ما العلاقة، وأهم شيء العلاقة بالأخير تصفي لي بمتغير واحد. فما بتفرق معاي، يقول لي سرعة، يقول لي ما هو السرعة شو هي؟ تغير مسافة بالنسبة لزمن. يلا كمل. وبسرعة 6 من انتقاله من نقطة دال إلى نقطة جيم، فحدد يعني من ألف لدال، من ألف لدال 3 بيمشي بسرعة 3 كيلومتر في الساعة.
يعني بعدين زاد سرعته، بيقطع كل ساعة 3 كيلومترات، وإذا مشى يعني يعتبرها بالبحر مثلا، وهون نقطة 6 بالبر بمشي ضعف السرعة. بس بقول لك حدد لي موقع النقطة جيم، عفوا حدد موقع الدال. النقطة دال، آسف والنقطة دال، أنا أبعث وين لازم تكون، بحيث يكون بحيث يصل في أقصر وقت. علم أن النقطة بين باء وجيم 15. آه يعني أنت أسعيات بين باء وجيم في 15 كيلو كيلومتر، ماشي؟ بين باء وجيم في كم كيلومتر؟ 15. ممتاز، هاي ثابتة، هاي المسافة ثابتة. هالسعيات هو هنا بيمشي بسرعة 3 كيلومتر لكل ساعة إذا مشى هيك من ألف، يعني دال أنا مش عارف وين أحطها. أنت متخيل أحمد كيف؟ آه فهمت، دال أنا مش عارف وينها، بجوز هون دال، بجوز هون دال، مكان على المستقيم. طيب هسا تشوف لو حطيناها هون، خلينا نتخيل بالشكل هذا كيف راح يمشي، راح يمشي هيك وبعدين راح يمشي هيك، هل راح ياخذ وقت أقل؟ لأنه طلع احنا تركيزنا وين هالسعيات؟ على الوقت، بقول لك بحيث يصل في أقصر وقت. بدك تشوف المسافة وبدك تشوف السرعة. أيوة الوقت شو دخلوا بالمسافة والسرعة؟ يلا مسافة يساوي سرعة، الزمن إيش يساوي؟ مسافة يساوي سرعة على الزمن. هو بده الزمن شو يساوي؟ أنا بدي الزمن هسا، أنا تركيزي على الزمن. الزمن يساوي المسافة على السرعة، على السرعة. طيب أعطيني نون واحد وأعطيني نون اثنين، قد يعني نون الزمن الكل اللي راح يستغرقه هو زمن مشيه على الخط المائل هذا زائد زمن مشيه على الأفقي هذا. إذا عرفنا الزمن هذا وعرفنا الزمن هذا خلصنا السؤال. يلا كمل يا سيدي. نون واحد معي دقيقة بطلع السرعة معي والمسافة، مسافتها معي؟ لا. طب خلنا نكتبها فاعلة على ثلاث فواحد زائد هون فاثنين على ست. لعند هون تمام أمورنا؟ تمام طلع المسافة. أعطيني فواحد الدلالة سين اللي هو سين فا تربيع يساوي سين تربيع زائد 36. وفا واحد لحالها سين تربيع تحت الجذر، سين تربيع زائد 36. إذن صارت نون تساوي جذر سين تربيع زائد 36 على 6 على 3 آسف زائد 6. وهاي دقيقة هاي 15 لا دقيقة هي 15 كلياتها ناقص السين اللي عملناها. إذا ما كاتب لك 15 ناقص سين مو كاتب لك إياها، مو بتجيش الرسم بتيجي تيجي يعني اللي بيكون صعبات بيجيبوا لكم الرسم. هاي أصلاً لو ما جاكش الرسم كيف بدي أعرف إنه مايل جاي؟ لا هو لا هو راح يقول لك، لا لا راح يرسم لك، راح يرسم لك هنا مثلاً هاي الوصف اللي هو كاتبه ما بيجي برسم. طيب سؤال بصير السين كيف؟ بصير نبدل السين بالزمن يعني نكتبها كلها بدلالة نون يعني دلالة صعب صح؟ معيش زمن ومعيش سرعة، معيش سرعة معيش. بس إذن إذن شو؟ في الحال شو بنعمل؟ خلص هاي جبنا العلاقة هيا دق بس اشتق اشتق ساوي بالصفر حل المعادلة يطلع القصص كلها ياتي صعبات لا عاديات. هذا هون سؤال زيه أخوه ابن عمه هذا إلك، بس هالمرة بقول لك أعطيني أقل كلفة أكبر ربع. ما في شيء قانون أقل كلفة، ليش اسمه قانون أقل كلفة؟ هو أنت بدك تحسبها هاي بالبلدي، عارف كيف يعني بالبلدي؟ قديش بيجي لك اطرح يعني هذا قديش بكلف، هذا قديش بكلف، اجمعهم بطلع التكلفة الكلية، بدها الشطارة يعني الفهم بالضبط على المعلومات العامة اللي أنت بتعرفها. يعني إذا أعطاك سؤال من هذه النوعية اشتغل على معلوماتك العامة اللي أنت بتعرفها.
انتهى. يعني هو مثلا شو قاعد بقول لك، يقع حق النفط في البحر عند النقطة ألف، هي حق النفط في البحر وعند النقطة ألف ماشي، بعدها عن أقرب نقطة على الساحل يعني بعدها العمود 2 كيلومتر، هاي 2 كيلومتر تمام هيك؟ تمام. بدنا نضخ البترول من الحقل إلى المصفاة، المصفاة وين صاير؟ عند النقطة جيم. بجيم. حلو؟ عند النقطة جيم اللي على الساحل، تبعد 6 كيلومتر عن باء. طب مش نفس السؤال هذا؟ صح نفسه، تطرح من نفسي. يعني فرضنا إنه بدنا نحط النقطة د بعيدة س عن باء، إذا ذيك تكون 6 ناقص س. إجباري هي راح تكون. هسا يا ترى المرة ما بيقول لك على السرعة، شو قاعد بقول لك؟ اقرا كمل. بدنا نمد أنابيب بالبحر على خط مستقيم حتى نقطة د، ثم أنابيب على الياب. وسط أنابيب على الياب. البحر واليابس على مستوى واحد يعني. يعني كلهن على نفس السوا، مش إنه بيطلع وبينزل. يعني استقامة كلهن عشان ما ينفجر النواكب. فإذا كانت تكلفة الأنابيب تحت سطح البحر 500 ألف دينار. لكل كيلومتر. إذا قديش تكلفة الإنسانية راح تكون؟ نختار لك كم كيلو. تحسب قديش هاي الزرقة؟ نختار لك كم كيلو؟ تضربها. بضربها في 500,000. وبتضربها بالساعة. بطلع هاي قديش؟ معناته التكلفة. بتضربها خلاص. عبارة عن إيش؟ خلينا نطلع هاي بدلالة سي. شو بتطلع معنا؟ الجذر التربيعي. أي سي. أربعة. ضرب 500,000. هاي تكلفة مين؟ المد تحت البحر. هاي تكلفة تحت على المي. والتكلفة تحت على اليابسة راح تكون 300,000. اللي هو 6 ضرب 6 ناقص سين. ضرب. اجمعهم مع بعض بعطيك التكلفة الكلية. شفت كيف؟ ما في قانون يعني، فيش قوانين هون. هيك طلعنا التكلفة الكلية. بعد التكلفة الكلية خلاص اشتغل. طيب اين اي شيء تكون تقل تعطي اكبر ربح، اكبر لتحقيق اكبر تكلفه ممكنه؟ تكلفه ما هو خلص انت مش طلعت قانون اكثر التكلفة. مسافه لا يعني مش هيك، يعني انت ما دام طلعت راح تطلع لما تحل تشتق وتعل المعادله راح يطلع لك حلين، واحد راح يكون قيمه عظمى والثاني قيمه صغرى، فاقل تكلفه يعني قيمه صغرى، اكبر تكلفه يعني قيمه عظمى. يعني باختصار انت راح صوتك راح بس هسه سامعني. 500,000 خلص في جذر سين تربيع زائد 4 زائد 300,000 6 ناقص سين، وبعدين بتجيب تاء فتحة بتحلها، بعدين تدرس الإشارة راح يطلع لك جوابين. نفترض أجت هيك أخبر تكلفة بس هاي راح تكون القيمة الصغرى المحلية لأقل تكلفة، وهاي راح تكون القيمة العظمى المحلية لأكبر تكلفة. يعني مباشر السؤال. هسه شو ظل عليك؟ تمارين تمارين المسائل كلها سهلة. كلها أخذنا زيها ما عدا اللي قلت لك عنهن. السؤالين تبع المنشور هذول ان شاء الله المره الجايه بنحلهم، وبنحل لنا هذول الاسئله مثل 9 و10 اللي هن امثله على يعني تمارين نوعا ما فيها افكار نوع من الصعوبه، او 7 ذكرني هذا السؤال كمان بنحله ان شاء الله. 7 هي هذول الاسئله بنحلها، 9 و10 7 و9 و10 واسئله المخروط، وهذول بنحل لنا كم من سؤال منهم، وهيك شو بتكون الماده خلصت شطبت. مو صعب يعني المادة كلها صراحة مو صعبة، بقى بس شوية تركيز. هاي الأسئلة صراحة مفتوحة مش محدودة باللي حليناهن، يعني بس مليان فكرة تقريبا نفس تقريبا، يعني مناش نقول 100% بس تقريبا نفس الايدياز، وبتعتمد صراحة هون على شطارتك في انك كيف تحلل السؤال وتفهمه وتستدعي معلوماتك السابقه. اهم شيء تستدعي معلوماتك السابقه. كل شيء تعلمته
حتى تتدرب أكثر على هذا الدرس والدرس تاع المعادلات مرتبطة بالزمان، حل أسئلة التوجيهي بس، ما تحل شيء خارجي كثير. أنا الوحدة الثالثة سمحليتش من أي شيء، قبل السنة ترى خلص الوحدة. خلصنا، هاي المرة الجاي بإذن الله بنشطب. إن شاء الله. في بدي أسألك إيش على التطبيقات الهندسية بس، هسا لما لما أقول لك يمس مثلا المنحنى العمود، الميل نفسه صح؟ يمسه. لا 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 عيد إيش السؤال؟ منحنى ومستقيم مثلا بمسوا بعض عند النقطة، عند النقطة نفس الميل. عند النقطة بيكون ميل المماس هو ميل المستقيم. نفس الميل. وكمان إذا قال ميل المستقيم اللي عند النقطة هو نفسه ميل المماس عند النقطة نفسها. يعني المشتقة بتطلع هي نفسها الميل. بس عند النقطة. بس عند هاي النقطة، لأنه معلوماته عن النقطة بحكي. وإذا كان عمودي الميل واحد. بتقلبه بتغير بتضرب سالب واحد. نفس الشيء. 100%. أوكي. يعطيك العافية.